كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس إلغاء لقائه المرتقب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الذي كان من المقرر أن يعقد خلال أقل من 3 أسابيع. لم تكن تنتهي كوريا الشمالية من تدمير موقع التجارب النووية الخاص بها حتى وخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلن إلغاء القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والتي كان من المقرر عقدها في 12 يونيو المقبل في سنغافورة. قرارات ترامب المفاجئة لم تعد بالغريبة على المجتمع الدولي، فبعد حالات الجفاف التي سيطرت على العلاقات السياسية بين الدولتين بذلت دول وسيطة جهود عدة لخلق حالة من التقارب في الرؤى بين واشنطن وبيونغ يانغ حول برنامج كوريا الشمالية النووي والذي كان أحد أسباب توتر العلاقات بين الدولتين. إلا أن ترامب أطل على العالم بإلغاء موعد القمة ملقيا باللوم على تصريحات كيم جونغ أون بأنها السبب في ذلك. بناء على البيان الأخير لكوريا الشمالية قررت إلغاء القمة المخطط انعقادها في سنغافورة في 12 يونيو لأنني أرى تغير في بعض الأمور وهو ما يعد انتكاسة كبرى لكوريا الشمالية وللعالم بأسره. تحدثت مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة والقادة العسكريين لأقوى جيش في العالم وهو على استعداد إذا اقتضت الضرورة لتنفيذ أي عمليات عسكرية تفرض على الولايات المتحدة مع استعداد كوريا الجنوبية واليابان لتحمل تكلفة الأعباء المالية حال تنفيذ تلك العمليات. كوريا الشمالية هددت خلال الفترة التي تم الاتفاق فيها على موعد القمة الملغاة بالانسحاب منها مبدية استعداداتها لأي مواجهة نووية مع الولايات المتحدة إذا تطلب الأمر. تبادل الاتهامات بين الدولتين لا يزال مستمرا، فقبيل إعلان البيت الأبيض عن إلغاء القمة تبادل نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية ونائب الرئيس الأمريكي بعض الاتهامات التي كان لها بالغ الأثر على قرار ترامب. ويبقى القول إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الضغوط على بيونغ يانغ لتفكيك موقعها النووي، حيث أكد معظم الخبراء السياسيين أن كوريا الشمالية لن تستجيب لضغوط الولايات المتحدة وهو ما قد ينذر ببدء حرب نووية بين القطبين النوويين.